أهلا بكم مطبخ إسراء. اليوم حبيت أسوي لكم أكلة مكسيكية، أكيد عرفتوا من الألوان. اليوم نروح للمكسيك. أحب اليوم أسوي تاكو، حسوي يعني ساندويتشات ومشوي، ممكن تسويه بالدجاج أو باللحم. فهسا نبدي بالمكونات، مكونات كلها طبعا ألوان أحمر وأخضر وأصفر. فأول شي نبلش باللحم مفروم نص كيلو، أو هذا لحم بيف أو دجاج نص كيلو. صلصة التاكو تقريبا كوب واحد. هنا عندي الثوم مطحون ملعقة صغيرة، وبابريكا والفلفل الحار، كمون ملعقة صغيرة، وكزبرة أيضا ملعقة صغيرة. هنا عندي الفلفل الملون، اي لون تحبون، تقريبا كوب. هنا عندي بصل مفروم ناعم، ذرة كوب، وكوب ايضا فاصوليا حمراء. هنا عندي جبن، انتو ممكن اي جبن، انا مختارة جبن الشيدر الاحمر والاصفر، يعني ممكن البيجا او الايدام او المزاريلا، اي نوع جبن. هنا عندي الخبز المكسيكي، هسه نبدي نسوي طاوة نخلي للحم وطاوة للدجاج، نسويها سوا، هي نفس المكونات ونفس المقادير. خلي زيت، شوية زيت، شوية بس ننتظر يحمل زيت، ونضيف البصل نص، يعني تقريبا بصلة واحدة هنا وواحدة هنا. بس ننتظرها شوية يذبل، يذبل البصل، شوية ملح، نقلبها. اوكي، شوية بس يذبل، نضيف الدجاج هنا، دجاج مفروم. ونضيف اللحم هنا. اوكي، ونحمسها الى حد ما تستوي. هسه انا ما اريد اضيف اي بهارات، بعدين بس ينحمس زين ونضيف كل البهارات وباقي المواد. نعم، اوكي، هسه صار عندي جاهز لحم والدجاج. اوكي، هسه نضيف البهارات، ثوم مطحون تقريبا ملعقة صغيرة، بابريكا ملعقة، كمون ملعقة، كلها نفس المقادير، ملعقة، كزبرة، وفلفل حار اختياري هذا طبعا، بس انا احب شوية يكون بحرارة قليلة، ملح، وهنا نسوي الفلفل الاسود. نخلط
نخلطها زين. هسه نضيف الفلفل، شوية فلفل هنا مع الفوق، بس شوية هيك تقليبة سريعة بالفلفل. شو الألوان صارت حلوة. نضيف هنا الذرة، الفاصوليا الحمراء، نقلبها بس شوية تاخذ طعم البهارات كلها. نقلي النار، اوكي. هسه نضيف التاكو صوص، صلصة التاكو. نعم، تقريبا كوب. شوية بس نقلبها، يعني ما اريد اني صلصة تنشف، يبقى اريد بي صلصة. راح ندخلها الفرن، وهذا راح نسوي ساندويتشات، فتكون شوية يعني بها صلصة. بس شوية نقلبها بس تاخذ الطعم البهارات. اوكي، بس صارت عندي جاهزة. سد النار ونكمل طبختنا. اوكي، هسه اول شيء نبدي بالتاكو المشوي. راح نسوي قالب هنا طبقات لحم والخبز التورتيلا ونشوي. ناخذ هذا الوسط. اول شيء نبدي ندهن شوي القالب زيت زيتون. زيت زيتون، ونخلي طبقة من الخبز ندهنها مرة ثانية بزيت زيتون. نخلي يعني مقدار من اللحم، طبقة جبن، طبقة ثانية، ندهنها بزيت زيتون. حتى ما تنشف، يعني ما اريد يبس الخبز. ونرجع نكرر طبقة من الحشوة. جبن، وآخر طبقة نخلي زيت زيتون. ما نخلي بعد لحم آخر طبقة، بس الزيت زيتون وجبن. جبن فوقها الوجه، اوكي. ونخلي بابريكا حلوة، هذه ما بيها حرارة، ورشة ثوم. وندخلها للفرن 180 درجة لتقريبا نص ساعة يكفي، بس أهم شيء عندي يحمر الوجه.
هسه نسوي الساندويتشات الرابس. ناخذ خبز، ما نحتاج الزيت، بس نخلي شوية مقدار من الدجاج. كلش سهلة وكلش سريعة. شوية جبن ونلفها هيك بهاي الطريقة، ونخليها هنا التوستر هاي. يلا ناخذ الخبز، نخلي الدجاج هنا، ونضيف جبن، ونلفها ونحطها هنا التوستر. خلاص انتظرها شوية تحمر. هسه صارت عندي جاهزة، حمار الوجه كل زين، ونشوف الساندويتشات هم جاهزة. بس هسه احب اقدمها بطريقة حلوة وشوية غريبة. ناخذ ورق من هذا الورق الساندويتش، وناخذ شوية، بس اجيب ملعقة. نغلفها بالوراق، نجيب واحدة ثانية. نسويها شوكليتات، واحدة لخ. نلفها بهاي الطريقة، وهسه أحب نزين الطبق بشوية طماطة عندي هنا أنا مفرومة. طماطة، فلفل عندي ملون، شوية خس، شوية ساور كريم أو الكريمة الحامضة، شوية بالنص. هنا عندي بصل أخضر مقطعته صغار، شوية هذا المخلل المكسيكي، خيار، شوية زيتون. أصبح عندنا الطبق جاهز للتقديم، وهذا الطبق الثاني أيضا جاهز. إن شاء الله عجبتكم وصفتي اليوم من أكلنا المكسيكي، وجربوه وإن شاء الله يعجبكم.